يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا شاب لم أحج، وسوف أذهب لمكة في هذه السنة، ولكن ليس للحج وإنما للكشافة، فهل يجب وإنما للعمل في الكشافة، نعم، فهل يجب علي الحج؟ إذا تمكنت من الحج وسمح لك فأدي الحج، إذا ما سمح لك فإنك لم تستطع، من استطاع إليه سبيلا. نعم.